تخليداً لروح بعض رفقاء المهنة ممن فارقونا مؤخراً، ومن أجل التعريف برياضة كرة القدم داخل القاعة، نظمت المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين بالتعاون مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم دورة الصحافة الرياضية داخل القاعة بمشاركة 18 فريقاً من مختلف وسائل الإعلام المحلية. الهدف الأساسي من هذه الدورة أولاً هو تخليد لروح زملاء الأربع راحلين، لذلك سمينا كل فوج على اسم هؤلاء الزملاء أربع: عدلان شويع، عدلان حميدشي، عبد الرزاق جبلون، والزميل سيدي أحمد اسكندر من إذاعة مستغانم. فرصة للإعلاميين وحتى للحضور والجماهير باش يتابعوا هذه الدورة ويعرفوا ونقوموا بدعاية نوعا ما والترويج لهذه الرياضة الجديدة. من خلال التورنوا هذه إن شاء الله راح يكونون فريق ليقدر يتنافس مع الفرق اللي راهي في البطولة قسم الوطني الثاني. الصحفيون استحسنوا هذه المبادرة التي هي فرصة لاستذكار الزملاء المتوفين ولم شمل مختلف الصحفيين الرياضيين. فرحانين بزاف اللي على الاقل نذكروا هذو الناس، وان شاء الله تبدا على الاقل موسميه مره في العام، وهذا افتخار لينا وفرحه لينا لانه نذكروا هذو الناس اللي نفتقدوهم بزاف. اولا الله يرحمهم زملاء انا اللي توفى، وهذا على كل حال تذكره لهم، رحمة الله عليهم، كانوا امس كانوا معنا اليوم ما لقاشهم، ونكورين فرح رحمة الله عليهم يعطي صبر لاهلهم. اولا صافي 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 غون بليزير من شفنا صحفيين اليوم كنا مطمومين متنافسين على كره القدم. الدورة كانت فرصة للاطلاع على قوانين كرة القدم داخل القاعة التي تختلف تماماً عن قواعد اللعبة المتعارف عليها والتي تبقى مجهولة عند الكثيرين. يلعبوا خمسة بالغارديا، يلعبوا 20 مينوت افيك لو كرونو، يحبس كي بالون يخرج اون توش ولا اون كورنر، ستادي يلعبوا لي 20 مينوت بلان، ما يبقاش الكرونو يمشي كما في الفوتبال. لا توش افيك لو بي بيان سور، لو كورنر افيك لو بي، ولورجو ما فيهاش لورجو، لا لوا 11 نيكزيست با في الفوتسال. مباريات دورة الصحافة الرياضية داخل القاعة 2022 تلعب كلها بالقاعة البيضاوية التابعة للمركب الأولمبي محمد بوضياف في سهرات رمضانية، على أن تكون المباراة نهائية يوم 27 من الشهر الجاري.